السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم عليكم على مشروع تاع التهيئة تاع الشريط الساحلي تاع خليج الجزائر، ونروح لمنطقة جديدة اللي ما تكلمتش عليها من قبل. وهذه المنطقة متواجدة في منطقة برج البحري، وهنا نشاهد رانا في المنطقة تاع برج البحري، ونشوف هنا الشريط هذا هنايا اللي فيه إشغال نتاع التهيئة، وهنا نشوف يعني الكثافة السكانية نتاع المنطقة تاع برج البحري، يعني شيء رهيب. وهنا كذلك تلاحظ أن إشغال قد تم تعريض يعني الشريط، وربحنا عرض حوالي 40 متر في عرض نتاع الشريط هنايا في هذه المنطقة. وبعدين نروح نشوف الفيديو اللي صورته في المكان بالذات، ونشوف الأشغال نتاع النوعية نتاع الأشغال في هذاك المكان. ونلاحظ الكثافة السكانية نتاع الشريط هذا، يعني شيء كبير. وهنا هذه منطقة أخرى شفناها من قبل في باتو كاسي، نعاود نولي ليها في المستقبل باش نزيد نشوف إذا كان فيه تحسن تاع الأشغال. وهنا كاين جوتي تم بناؤها، وكذلك فيه تهيئة في المنطقة هذه، تهيئة نتاع الشريط. وكان جسر راح يتبنى فوق الواد هذاك، الواد نتاع الحاميز، يسمى واد الحاميز، يكون فيها جسر يربط الضفتين نتاع الواد. إذن هذه هي الأشغال، ودوك نروح نشوفه الأشغال هذه عن قرب في عين المكان بالمنطقة هذه. Thank you.
سلام ورحمة الله.